عم تشهد صالة السينما اللبنانية حالياً عرض فيلم جديد بعنوان المزرعة للمنتج والمخرج نديم مهنة، وهالفيلم بيحمل بقصته رسالة إنسانية مهمة. بيجوا ما بعرف كم مليون لاجئ على هالبلد ليستفيدوا من مساعدة اليوان، نخلصنا بقى، يفلوا يرجعوا عبيوتهم. فيلم المزرعة بحكي قصة اجتماعية بتعالج موضوع النزوح مع عرض حلول مناسبة بحسب نديم. نديم هنا مبروك الفيلم اليوم. أهلا وسهلا فيكم. مرسي. قديه الحماس اليوم لإطلاق هذا الفيلم من بيروت؟ بيروت هي بتضلها مدينة الفن وبتضلها هي مدينة الإبداع بالرغم من كل شيء حاولوا يشوهوها فيه، وبالرغم من أنه صارت مثل شوي للأسف ببعض القصص مثل مزرعة كبيرة، بقى نحن عم ناخد المزرعة بالشق الفني وعم نجرب انه نخلي شوية شيء يعلقنا بالبلد، بما انه نقلنا كل نشاطاتنا للإمارات وللسعودية اخر سنتين. هذا فيلم لكل العائلة، هذا فيلم للولاد، هذا فيلم حقيقي نظيف فيه كثير رسائل وبيحاكي وجع النازحين ايا كانوا، ما ضروري بس يكونوا سوريين، لانه في بلبنان نازحين، بتعرف اليوم بعد الازمه اللي صارت بغزه في ناس اجت من جنوب كمان وصارت نازحه، سو بيحاكي هالموضوع بشكل كثير مباشر كثير جدي، وبيعطي نوع اذا بدك من حلول انسانيه طلع فيها ولد عمره 5 سنين. وسام حنا واثناء لقائه مع هايلايت عبر عن سعادته بتجربته السينمائيه الاولى. وسام حنا مبروك الفيلم اليوم. بسي. فيلم المزرعه، قد مبسوط فيه؟ كثير مبسوط لانه هيدا اول فيلم لإلي، مبسوط لانه هو فيلم واقعي، ومبسوط لانه ما عم بمثل، هيدا رح كون انا بالفيلم. انا ما جاي احكي عن دوري بهيدا الفيلم اكثر ما جاي احكي عن دور ولد، بدي كل ولد بلبنان يشوف هيدا الفيلم ليستوحي من هيدا الولد من بيئه وجاي عايش بمزرعه وبين المعزيات، عنده مخيله وعنده ذكاء وعنده موهبه ما بتشبه ولا طفل شايفها، فهيدا دليل انه الاطفال مش دائما بحاجه مثل ما الاهل مفكرين لتكنولوجيا، لايباد، لوسائل تواصل اجتماعي. عبود ما كان عنده اياهم كلهم هو، وكان حدا سوبر ذكي. فهيدي رساله اكتشفناها من بعد الفيلم حتى. كشف وسام انه فكره الفيلم مقتبسه من منشور الكتروني له عبر منصات التواصل الاجتماعي. اللي كل اللي شفتوه بالفيلم هو واقع، هو قصص انا مصورها، قعدنا مع الكاتب فؤاد يمين ورجعنا جمعنا كل الستوريات وقدرنا نعمل هيدا بس الانجاز اللي عاملينه انه عبود كنا عم نصور فيلم مع ولد ما هو اصلا منه مستوعب انه عم بيمثل، عرفت علي؟ انه مثل ما اليوم نزلت كان نهار طالع عباله ينام، نهار ما طالع عباله يشوفنا، نهار طالع عباله ياكل، يعني كنا نحن كل الوقت اللي عم نصور الفيلم قاعدين على مزاج عبود، عرفت علي؟ فدايما بقول الفيلم خلص بطريقه عجوبه. ليك انت شو اسمك؟ عبود. يا جماعة انتو ناسين انو عم تحكوا عن ناس خسروا بيوتهم، هذا اذا ما كان عم بيموتوا. رولا شامية عم تقدم دور مميز بهالفيلم وحماسة كبير لنجاحه، خاصة انها عم تطل عبره بعد غياب عن السينما. صراحة كتير كتير مبسوطة، انا لما شاركت فيه للفيلم كانت اول مرة بالنسبة لإلي بشارك بفيلم عن جد هالقد عنده مسج انسانية كتير قوية، فمبسوطة ومبسوطة بأنه رجع لبنان الحمد لله عم بيعمل انتاجات سينمائية درامية عربية، فالحمد لله. خبري شوي هيك عن دورك والرسالة اللي حبيت توجهيها من خلال هذا الدور. لك أنا دوري يعني ما كتير بدي أفضح الفيلم، بس أنه بيكون أنه نحن بدنا نطلع نشتري هيدا الأرض اللي هو موجود فيه عبود وعائلته، هن العائلة السورية اللاجئة من سوريا على لبنان، وبيصير في تخربوت وبيصير في قصص، بس ما بدي كتير أحرق القصص. انتو عائلة أرستقراطية اللي مع مصاري وجاية تشتري؟ ايه يا ريت بالحقيقة يا ريت تركوا لنا شيء نشتري فيه شيء. اوكي. ميشيل حوراني عم بيشارك بالفيلم كضيف شرف، وهالخطوة اتخذها بهدف دعم السينما اللبنانية. ميشيل حوراني مبروك فيلم المزرعة اليوم. شكرا شكرا، مبروك للجمهور كمان. انبسطنا فيك اليوم بالسينما. وانا انبسطت بهيدي الحركة، ودائما هلا كنا عم نحكي قد ايه مهمة انه العجلة الانتاجية تضلها ماشية والانتاج المحلي والصناعة المحلية، ونرفض انه فكرة انه نحن بوضع اذا بدك مأساوي. كل مبادرة من هيدا النوع أنا برأيي مهمة، وأنا شخصياً وجودي بالمزرعة كضيف
من المرات القليلة اللي بكون إذا بدك مش الدور بيخدني على العمل بقدر ما قضية الفيلم بتخدني، نوع من الدعم لقصة الفيلم ولعلاقتي بالشركة المنتجة، مشان هيك إذا بدك هو حضور داعم لكل مشروع الفيلم. بدورة عم بتطل أنطوانيت عقيقي كضيفة شرف بفيلم المزرعة، وأثناء لقاءها مع هايلايت تحدثت أكثر عن الشخصية اللي عم بتقدمها. تواجدي منه كتير كبير، هو بيمثل اللبناني يلي دايما بحب يعني بيركض ليساعد غيره، قد ايه بيتعاطف مع العالم، يمكن لأنه هو مرق بظروف صعبة فبحس بغيره. ميرفا القاضي كمان من الممثلات المشاركات بهالفيلم، وعم بتقدم شخصية شريرة إلى حد ما. يا ويلي شو ثقيلة، رح تكرهوها، يعني أنا كرهت حالي. نزلوا لي هيك ريل صغير منه، قلت اوف لا ما معقول، يعني هالقد أنا كنت قاسية، هالقد كنت ثقيلة، بس اتس جود إنه كان في هالقد شر تا يوصل المساج. يعني مش عم بفهم عليك، ليكون بعلمك إنه إذا جيلبير ما اشترى الأرض هو من ورا النور اللي حطيتهم بالمزرعة. هلا بدك تقولي لي إنه عبود وعائلته هن اللي قتلوا لي بيي؟ قصدك عهد ديب عم تقدم دور والدة الطفل عبود اللي بتتمحور حوله قصة الفيلم. صراحة متحمسة كتير لأنه بهذا الفيلم تعبنا كتير، كان في جهد كتير كبير، وخاصة يعني أجواء الفيلم كتير فيها حالات إنسانية، فجاي اتفرج وبارك بهذا الجهد. أول شيء الرسالة هي إنسانية بحتة، لأنه بتحكي عن حالة كتير خاصة بين طفل اللي هو بيكون ابني عبود، ما رح أحكي قصة الفيلم، بس بتحكي كتير عن حالات الإنسانية، يعني اللي بين حتى بين إن كان السوري وقت الحرب، مثل ما بنعرف إنه اضطر يترك بلده ويجي يلجأ لبلد تاني اللي هو بلده التاني أصلاً، فبتصير هي القصص والمعوقات. يعني فالحالة الإنسانية الحلوة إنه بين طفل بيتعلق بكل شيء بهذا المكان الجديد، فهي الحالة الإنسانية كتير فعلاً حلوة وبنفس الوقت مؤثرة ومتعبة، يعني إنه بس تشوفوا رح تفهموا قصدي. رغم كل الظروف الصعبة والمستعصية بمعظم الأحيان، ما زالت السينما اللبنانية عم بتقدم أعمال مميزة بجهود فردية لتأكد إنه لبنان دايماً بيبقى منارة الفن والثقافة والترفيه. هيدا عبود، يا عبود ويا عبود تعا. أنا ما عم بعرفك بقى، ما عم بفهمك. اسلم لي عيونك.